الصمت يتكلم، برنامج يؤرخ التفاصيل والأحداث عن حياة القديسة ماري ألفونسين التي ولدت في القدس وخدمت رعيتها في مدينة السلط الأردنية. الصمت يتكلم برنامج يأتيكم في حلقات أسبوعية يقدم شهادات حقيقية عن نذورها وخدماتها وتأسيسها للرهبنة الوردية في العالم. هذه الشهادات تأتيكم يوم جمعة الساعة 6:00 مساءً. كونوا على الموعد.